تجارة بديل الذهب، في ذهب وفي بديل الذهب. أحيانا بديل الذهب هو اللي يوصلك للذهب لأنه عليه طلب شديد جدا، يعني ما شاء الله تبارك الله الذهب الأصفر معروف أنه عليه طلب مرة كبير، فاللي ما يقدر على الذهب يطلب بديل الذهب، سوقه جدا كبير. وبعطيك دليل الآن، المحلات اللي تستاجر ب 400 ب 500 ب 600 ألف ريال في المجمعات التجارية وتوظف 4 5 أشخاص داخل المحل، هذه تراها تصرف 3 4 مليون ريال على المحل واحد خلال السنة كإيجار ومصاريف. لو سألت نفسك ليش مستمرين؟ لأنهم مستفيدين وربحانين. طيب انت فتحت متجر مواصفات عالية جدا ومميز جدا وحطيت المنتجات الراقية المميزة اللي عليها طلب وذات جودة عالية، ولا عندك إيجار ولا عندك موظفين، وكل اللي عليك انك توصل للناس بالضبط اللي تحتاج هذا المنتج ووصلته لهم. على فكرة حاط لك فكرة كيف تبدأ متجر متخصص باكسسوارات بديل الذهب، وحاط لك طريقة انك تقدر حتى تبدأ لو تبي تبدأ ب 1500 ريال كرأس مال لو حبيت، في أكثر من طريقة. حاط لك واحدة من الطرق أنك تقدر تبدأ المشروع كله ب 1500 أو ب 3000 وبهذه الحدود يعني. فأنا أعتقد أنها فرصة رهيبة. لو أنت حاب تتعرف على التفاصيل وعلى الطريقة وعلى طرق التسويق، فأنا